لي قريب لا يصلي ولا يعرف الله طرفة عين، وهو محرم لي، هل لي أن أذهب إليه في بيته أم أقاطعه علما بأنني قد نصحته؟ هذا الذي لا يصلي ولا يعرف الله كما تقول السائلة، هذا والعياذ بالله هذا قريب سوء، يجب مناصحته وأمره بالصلاة وطاعة الله، فإن لم يمتثل فإنه يهجر ويقاطع، ولا يجوز الذهاب إليه. قوله تعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم، هذا يجب بغضه في الله عز وجل، وتجب مقاطعته وترك زيارته إلى أن يتوب إلى الله سبحانه وتعالى. جزاكم الله خيرا.